آية الله محمد باقر الناصري واحد من أبرز علماء الدين والفقه في العراق والعالم الإسلامي. ولد ونشأ في الناصرية في بيت علم وتقوى، هاجر إلى النجف الأشرف طالباً لعلوم الحوزة والاجتهاد، فهو رجل دين ومجتهد ومفسر للقرآن الكريم. الشيخ الناصري كان صوتاً معتدلاً، تمكن من أن يخلق خطاب الاعتدال طيلة الفترة التي جاهد فيها، لم يكن منتمياً إلى حزب أو جهة، وإنما كان منتمياً إلى العراق فحسب. أنشأ مدرسة العلوم الدينية، وهي مؤسسة مدرسة أهلية فريدة في العراق ومعترف بها من قبل وزارة المعارف آنذاك، وكذلك جمعية التضامن الإسلامي في عام 61، وكذلك مكتبة الإمام الباقر في عام 56. غادر العراق في سبعينيات القرن الماضي محدثاً وفقيهاً، ساهم في إطلاع العالم على ظلم النظام الصدامي. بعد رحيل فترة تقدر بحوالي 23 عاماً، حضر ومعه المشاريع التنموية، المشاريع الإنسانية المتمثلة بسبعة مبرات منتشرة على مساحة الناصرية تغطي حوالي 6500 يتيم. تتولى هذه المبرات رعايتهم. كان يرى رفعة الأمة من خلال وحدتها، كان يرى قوة الأمة من خلال تقاربها ومن خلال اتفاقها على جملة من المشتركات التي تحقق لها القيم الصحيحة والمبادئ الحقة. رفض الدخول في الحياة السياسية، فأثر أن يخدم أبناء شعبه وهو بينهم. من أهم الأفكار التي أسس لها حوار الحضارات. حوار الحضارات الذي أطلقه سماحة الشيخ آية الله الناصري لم يكن مجرد طرح على الورق، إنما هو جسدها شخصيا في حركته وعطائه وتجواله في فترة المعارضة، عندما كان يتجول في أقصى أرجاء الأرض، ويعني لم تمنعه لا اللغة ولا البشرة ولا العوائق اللوجستية ولا التنقلات البعيدة. هذا الرجل كان عمامة سلام تجوب العالم بأسره، ارتقى كل منابر العالم ليؤسس لنظرية إسلامية تؤكد أن الإسلام هو حركة ورسالة ومسيرة مهمة. توفي سنة 2020 تاركاً إرثاً عريقاً من المؤلفات المرموقة في التقليد والعبادات، أبرزها اللآلئ الحسان في تفسير القرآن. لبرنامج صباحات حسينية، شيماء جبار، الناصرية.